عندي نص كيلو من اللحمة المكعبات، وطبعا الوزن زي ما انتوا حابين. عندي بصل جوليان نصهم بصل جوليان، وعندي كمان سمرتين طماطم مكعبات، وفلفل أخضر رومي، وفلفل حار، وزبدة وزيت أو ممكن سمنة، ومعلقة وملح وفلفل وجوز الطيب وحبهان وورق لورا وعود قرفة. تعالوا بقى إيه نشتغل واحدة واحدة. عندنا حاجات كتير النهارده في الحلقه، فهشتغل على طول. عندي الحله طبعا هكون مسخناها كويس جدا، ودايما انا بقول لكم طول ما احنا بنعمل لحوم فراخ اي حاجه لازم اكون مسخنه الحله عندي كويس قوي عشان اخد صدمه اللحمه او الفراخ وتبقى محتفظه كده بالعصاره اللي جواها وتبقى جوسي من جوه ومستويه ومتحمره وجميله. هحط بقى الزبده، احط شويه الزبده دول واحط عليهم شويه زيت. الزبده بتديني لون رائع للحمه، تمام؟ بما ان بقى عيد بقى كل سنه وانتم طيبين، هنحط بقى ايه قطعتين كده ايه دهن كده يروقوا كده علينا الحله بتاعتنا، وهبدا انزل باللحمه بالشكل ده. لحمه مكعبات كده، خلاص انا خدت قطعتين دهن مش محتاجه دول، تمام. وعايزه اشوح اللحمه كويس جدا، انا عايزه احمر اللحمه اللي عندي كويس قوي، اديها لون يعني كويس جدا، ما بقاش مستعجله على التحمير بتاعها. بصوا عايزه اديها كده لون، اخليها تتحمر كلها. شايفين اتحمرت على طول ليه؟ لان انا الحله اللي عندي سخنه نزلت بيها بعد ما سخنتها كويس قوي، رحت حاطه الماده الدهنيه بتاعتي ونزلت باللحم على طول، فاول ما نزلت زي ما انتم شايفين كده خدت الصدمه بتاعت الحله بتاعت سخونيه الحله. هبدا بقى احط المعطرات والمنكهات بتاعتي، الحاجات العطريه الجميله دي اللي بتطلع اي ريحه اي زفاره وبتخلي الموضوع حلو قوي. هحط ورقتين لورا، احط عود قرفه، احط ثلاث اربع فصوص كده من الحبهان. وقبل العيد انا دايما بقول لكم لو ما عندكوش حبهان، لو ما عندكوش مستكه، مش مهم استغنوا عنهم، لا في وصفات العيد هستاذنكم تجيبوا شويه مستكه صغيرين، شويه حبهان صغيرين، شويه ورق لورا، تخلوا الحاجات دي عندكم لان بتفرق جدا جدا في وصفات العيد. يعني انا ساعات كتير بقول لكم مش مهم لو ما عندكوش ده، مش مهم لو ما عندكوش ده، مش مهم، لكن في الوصفات بتاعت العيد في الكوارع والعكاوي والكلام ده كله الحاجات دي انا بشوفها بتفرق كتير في طعم الوصفه، بتشد اي زفاره، ما بتخليش فيه ريحه، مع طبعا طريقه العمايل، مع طريقه العمايل اللي احنا بنعملها. يعني ده زائد ده. بصوا انا سايباها مش عايزه اقعد اقلب فيها كتير لان عايزاها تتحمر كويس جدا. هقلب بقى كده مع عود القرفه ومع الحبهان ورق اللورا. شايفين اللحمه اخدت لون ازاي؟ هقلبها كده تاخد لون من كل الجوانب. انا عايزاها كلها متحمره، يعني متحمره كويس جدا اهو، وما تقلبوش فيها كتير. انا بصوا بوزع بس اللحمه ومش ببقى عايزه اقلب فيها كتير عشان مش عايزه الحله تبرد مني. طول ما انا بقلب ببرد من درجه حراره الحله، فبتخلي اللحمه تقعد تنزل في ميتها كده، لا انا عايزاها تتحمر الاول، تمام. طب لو انا نزلت اللحمه ولقيت ان هي نزلت ميتها ومش عارفه احمرها، اعمل ايه؟ بسيبها على النار لحد ما تشرب ميتها وبفضل اقلب فيها لحد ما تتحمر تماما، بس ده بياخد وقت اطول وبيبقى طعم اللحمه احسن كتير لو احنا مسخنين الحله. فدي نقطه يعني لو اخذنا بالنا منها هتفرق كتير قوي في الطعم. ام مي صباح الفل. الو سلام، ازيك يا ام مي؟ عامله ايه؟ كيف عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي تمام بخير والله. يخليك. الله يخليك يا حبيبتي. عامل ايه الجمال بتاع الحلقه ده؟ الله يخليك. اتفرجي بقى على بقيه الحلقه، ده في جمال جاي لسه اجمد من كده بكتير. ايوه ربنا يا رب يديك الصحه يا رب. الله يخليك. الله يخليك. كل سنه وحضراتكم كلكم طيبين. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب، عيد سعيد عليك يا رب حبيبتي. الله يخليك. الله يخليك. لو سمحتي مي تسلم على حضرتك اهي وتعيد عليك. سلمي عليها كتير، كل سنه وهي طيبه وعيد سعيد عليك. اتفضلي. ماشي يا مي ازيك؟ الحمد لله. عامله ايه؟ عيد سعيد عليك يا حبيبتي. عليك يا دايما يا رب حبيبتي في احسن صحه وحال كده ومتجمعين في العيد. ساعدي بقى ماما في الفته والحاجات العيد، ساعديها. حاضر. ماشي يا حبيبتي. كل سنه وانت حضرتك طيبه. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب. شكرا يا حبيبتي، شكرا. صباحكم جميل، شكرا يا حبيبتي. بصوا اللحمه اتحمرت بقت لونها رائع.
ماشي. هحط بقى ايه شويه جوزه الطيب، وجوزه الطيب صديقي في وصفات العيد، يعني في حاجات كده ما استغناش عنها في وصفات العيد. عندي شويه فلفل اسود، وهحط الملح في الاخر. بصوا شايفين اللحمه متحمره ازاي، هي دي التحمير اللي انا عايزه احمرها اللحمه. بصوا اللحمه متحمره حلو جدا، هو ده اللون اللي انا عايزاه اللحمه تبقى متحمره اهو. تمام، هبدا بقى احط البصل بتاعي اهو، احط بقى شويه بصل كتير كده جوليان. بصل الابيض بيبقى حلو قوي مع الوصفه دي، بتبقى يعني لو في بصل اخضر، بصل ابيض او بصل احمر، استخدموا البصل الابيض بيبقى حلو قوي. وهبدا كده ايه، طب لو انا عايزه افرمه في الكبه ينفع؟ ينفع، مفيش مشكله خالص، بس انا بحب بصراحه الجوليان ده، بيبقى طعمه بيبقى يعني شكله حلو في الوصفه، وبيبقى كمان الصوص بتاعه كده جميل، بيتاكل بالعيش بيبقى تحفه. اقلب بقى البصل كله واسيب البصل يتشوح مع اللحمه. بصوا وياخد من البهاريز اللي اللحمه اتحمرت فيها كده بالشكل ده اهو. وابدا انزل الفلفل الاخضر وشويه بقى فلفل حامي، دول اساسي، شويه فلفل حامي كده. تمام، هبدا كده اقلب اهو كده، اقلب بقى كله كده حلو جدا. وابدا اعمل ايه، احط شويه طماطم كده مكعبات، نقلب كده ونحط بقى الميه المغليه ونسيبه يستوي. شهد صباح الفل، ازاي حضرتك؟ ازيك يا شهد، عامله ايه حبيبتي، اخبارك الحمد ايه؟ الحمد لله، انا بحبك قوي والله. الله يخليك يا حبيبتي، انا كمان بحبك جدا. كل سنه وحضرتك بخير. وانت طيبه حبيبتي وبخير يا رب دايما. عيد سعيد عليكي. اه طبعا اتفضلي. عايزه طريقه عمل الغريبه. حاضر عينيا، حاضر هنزل. انا بحبك قوي والله. الله يخليك يا حبيبتي، الله يخليك، تسلمي لي والله. حاضر يا حبيبتي، هنزل لك طريقه عمل الغريبه وهقولها لك. حاضر، تسلمي، شكرا يا حبيبتي. عايزه ميه تاني يا اسلام؟ تمام كده ايه، ندي تقليبه اهو، خلاص بالشكل ده كده. وهقوم بقى مغطيه عليها وسايباه يستوي كده بقى. بتاخد الوصفات بتاعت العيد تاخد شويه سوا على النار، فهنسيبها كده بقى براحتها خالص، ما حطيتش ملح، وهغطي عليها واسيبه بقى ايه يستوي كده، والصوص ياخد ويدي كده مع بعض، واللحمه تستوي وتبقى الدنيا زي الفل.